جودة الحياة واستخدام التكنولوجيا في حياتنا وكمان المدن الذكية، كلها حاجات سمعنا عنها لكن هنتعرف عليها أكتر من خلال وجودنا في أول معمل في جمهورية مصر العربية وفي الشرق الأوسط خاص بتطبيقات استخدام تكنولوجيا الأشياء. المعمل تابع لأكاديمية البحث العلمي، هتدور حلقتنا من داخل المعمل، تابعونا وحلقة جديدة وحدثة في مصر. موجودين مع حضراتكم في معمل مصر لإنترنت الأشياء، وضيفنا المنورنا الدكتور محمد عدلي رئيس مشروع معمل مصر لإنترنت الأشياء. وأول سؤال هنسأله له يعني إيه إنترنت الأشياء؟ دكتور محمد بنرحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا مبدئيا نعرف يعني إيه إنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء ببساطة هي تكنولوجيا جديدة واتجاه عالمي بيسعى إلى أن كل الأشياء اللي بيتعامل معها الإنسان تتراسل بينها وبين بعضها علشان تتبادل البيانات وتقدم له خدمة تفيده في حياته المجتمعية بأقل تداخل منه. يعني أنا عايز العربية اللي أنا سايقها تتكلم معايا وتقول لي أعطلها، وتتكلم مع مركز الصيانة بتاعتها وتقول أعطلها. لو طفل مثلا مش لسه ما وصلش لسن الكلام، البدلة اللي هو لابسها ممكن تقيس درجة حرارته، ممكن تقيس وضعه المعتدل، ممكن تقيس حاجات كتيرة فيه، وتبعت للأم مثلا على موبايل، تطبيق على الموبايل بتاعها وضع الطفل ده بالنسبة لها، بعده عنها، درجة حرارته. أمثلة كتيرة وتطبيقات كتيرة ممكن توصل بينا إلى أننا نوصل لمدينة ذكية بالكامل، كل مرافقها تدار بإنترنت الأشياء. خلينا نتكلم عن نشأة المعمل وبداية نشأته، وحنتكلم عن الهدف اللي بيقوم بيه المعمل. نشأة المعمل كان من خلال يعني كول أو دعوة من أكاديمية البحث العلمي لأفكار جديدة تتبناها وتتبنى تمويلها علشان تدعم هذه التكنولوجيا في مصر. تقدمنا والحمد لله فزنا بالتمويل، وابتدينا ننشئ المعمل كثمرة تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللي احنا فيه دلوقتي وأكاديمية البحث العلمي. الهدف من إنشاء المعمل دوت هو التنمية ويعني التدريب والتنمية البشرية للكوادر البشرية المصرية اللي حابة أنها تتعلم المجال، حابة أنها تدخل فيه كمحترفين، حابة أنها تتلاقي معمل تطبق فيه إبداعاتها في مجال إنترنت الأشياء علشان يتوفر لها الأجهزة ويتوفر لها الناس المدربين أو المهندسين اللي ممكن يساعدوهم في تطبيق أفكارهم، أو حتى الباحثين الأكاديميين اللي عندهم رسائل ماجستير ودكتوراه وعايزين يعملوها في إنترنت الأشياء. أهلا بيهم في المعمل بتاعنا دوت لمضاعفة وزيادة عدد الناس اللي بتفهم في التكنولوجي دي. دكتور محمد، عايزين حضرتك تعرفنا على المدن الذكية وإزاي ممكن نستخدم المعمل والتكنولوجيا اللي فيه في المدن الذكية. المدن الذكية هي المدينة اللي كل المرافق فيها بتدار بشكل أوتوماتيكي تلقائي وبشكل إلكتروني، يعني مرفق المية والكهرباء والغاز والإشارات اللي موجودة في الشوارع وأعمدة الإنارة اللي موجودة في الشوارع، وحتى يعني تأمين المدينة دي بيتم من خلال أجهزة إلكترونية، يعني الإضاءة تكون ليلا فقط إلكترونيا بدون أي تدخل بشري. لما مستوى المية يقل في خزان معين من خزانات المية المسؤولة عن توصيل المية للمنازل، يجي لي إشارة أوتوماتيكية بضخ المية في الخزان ده. لما الكهرباء تتقطع عن مكان معين، يجي لي إشارة الكهرباء مقطوعة في المكان المعين دوت، فنبتدي نتخذ الإجراءات يعني كل ده يتم تلقائيا.
لما يكون في كاميرات ذكية في المدن الـ الـ في كل الميادين العامة بتديني إشارة إنه مثلا في ازدحام في مكان ما أو تجمع بشري في مكان ما قد يكون حاجة مش مظبوطة في المكان فنتجه إليه ونشوف إيه المشكلة. المدن الذكية الحقيقة يعني اتجاه موجود عالميا ولازم يعني كان في توجه من الدولة إنه لازم عاصمتنا الإدارية الجديدة تكون مدينة ذكية. لازم نتواكب مع التكنولوجيا الموجودة في مثلا مدينة زي بكين في الصين مزدحمة جدا كثافة سكانية عالية ومساحة كبيرة ولكن هي في النهاية مدينة ذكية وبتدار إلكترونيا والأمن فيها عالي جدا الانضباط فيها عالي جدا المرافق فيها بتدار بشكل ذكي فكان لازم ما نقلش أبدا عن هذه المدن بأي حال من الأحوال. يعني عايزة حضرتك كمان تكلمني إذا كان في بروتوكولات تعاون ما بين المعمل هنا وما بين أي جهات سواء كانت محلية أو دولية. زي ما أشرت أن المعمل نفسه ثمرة بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات وأكاديمية البحث العلمي وبروتوكول التعاون دوت لحظة افتتاح المعمل يعني بيجري الحديث على أنه يستمر علشان المعمل ده يفعل ويجد الباحثين والدارسين اللي يقدروا يدخلوه ويفضل مليان دايما ونقدر نوصل يعني النوليدج اللي عندنا والمعرفة اللي عندنا ليهم ونكتر ونزود عدد المتخصصين في المجال ده. برضو أثناء حفل افتتاح المعمل تم توقيع بروتوكول تعاون بين معهد تكنولوجيا المعلومات والأكاديمية برضو لاستغلال المعمل لصالح كلية حاسبات ومعلومات عندهم علشان الطلبة بتوعهم يتفضلوا جوه المعمل يتفرجوا على الأجهزة اللي فيه ويبتدوا يطبقوا أفكارهم في سن لسه قبل التخرج undergraduate يعني طبقوا أفكارهم كمشروعات تخرج أو حتى كباحثين في مجال انترنت الأشياء عايزين من المعمل ده يخرج خلال السنتين اللي جايين 2 أو 3 براءات اختراع 2 أو 3 أفكار مجتمعية تفيد الناس عايزين بالفعل نحس بثمرة تعبنا ومجهودنا واستثمارنا في معمل مصر لإنترنت الأشياء إن شاء الله. معنى كده إن مفيش أي معوقات ولا أي سلبيات بتواجهوها؟ احنا بنلاقي كل الدعم من معالي الوزير ومن كل المسؤولين اللي قابلناهم بصراحه. التحدي اللي قدامنا اننا نلاقي العنصر البشري اللي عنده الشغف وعنده الحب انه يدخل المجال ده ويستحمل دراسته اللي لو بيحبها يلاقيها ممتعه مش صعبه خالص وعنده الفكره وعنده الابداع انه يطلع حاجه تخدم خدمه مجتمعيه. ده التحدي اللي قدامنا والتحدي كمان التاني انه الناس تعرف عن المعمل ده اكتر وتتجه اليه اكتر وده اللي انتوا بتساعدونا فيه دلوقتي فكل دي تحديات بس احنا ما بنقفش عند تحديات الحمد لله بنقدر ان احنا يعني دايما ندخل في سكك حل هذه التحديات وان شاء الله خلال ايام قليله المعمل ده يكون مليان دارسين وباحثين ان شاء الله. موجودين مع حضراتكم داخل معمل مصر للانترنت الخاصة بالأشياء مضيفتنا اللي منورانا هي المهندسة شيماء نبيل مسؤولة بالمعمل. برحب بك يا شيماء وعايزة أعرف الأول قوليلي أنت بتشتغلي إيه هنا جوه المعمل؟ هو أنا المسؤولة عن المعمل بشكل عام عن الكومبوننتس الموجودة في المعمل وعن لو في ايفنتس أو أي حاجة تخص المعمل أنا اللي ببقى مسؤولة عنها. هي طيب احنا عايزين نعرف بداية المعمل ده المفروض انه في المستقبل ان شاء الله هيتعامل مع المدن الذكية. احنا ازاي يكون عندنا مدن ذكية؟ بتتبني ازاي؟ بتتكون ازاي؟ هو مبدئيا دلوقتي حاليا العاصمة الادارية الجديدة هي سمارت سيتي او مدينة ذكية. الموضوع بيبدأ الاول ان احنا بنبتدي نشوف ايه السيستمز الموجودة عندي. يعني مثلا وليكن بالنسبة لإضاءة الشوارع بيبقى في عواميد دلوقتي أيضا لحد الصبح وبتشتغل من الفجر وليكن بالاي او تي او انترنت الاشياء ان احنا بنقدر نخليها ذكيه كفايه انه بيبقى في سنسور موجود على العمود احنا بنشوف او بتوقيت معين. يعني مثلا من بعد الفجر تبتدي الاضاءه بتاعه كل العواميد تقفل فده عن طريقه بيحل مشكله كبيره قوي ان احنا ممكن نوفر في الكهرباء. نبتدي مثلا على وقت المغرب تكون اضاءه العواميد بنسبه معينه
بالليل خالص تبقى بالفول كاباسيتي بتاعتها او بالفول لاكس بتاعها، فده بيوفر طبعا في الكهرباء. نيجي مثلا نقول الزراعه، انه بيبقى فيه ري كتير او بيبقى فيه ميه كتير بنسقي بيها المحصول، ممكن نوفر ده نخليه بس لاحتياج المحصول. فازاي بنقدر نعمل ده؟ ان احنا بيبقى فيه سنسرز بتقيس طبعا رطوبه التربه، هل النبات ده محتاج ميه ولا لا، زي الرز مثلا محتاج ميه معينه غير الذره والى هكذا على حسب المحصول، فده برضو هيوفر في الميه. فيعني العالم كله مش مصر بس متجه ان احنا نخلي كل المدن بتاعتنا مدن ذكيه عشان نوفر من الموارد بتاعتنا. طيب اهميه واهم المشروعات اللي بتتعاملوا معاها حاليا؟ هو حاليا احنا عندنا في الاي تي اي في تراك اسمه اي او تي او انترنت الاشياء، ده فيه طلبه عددهم 16، كل سنه بيبقى فيه التراك ده وبيطلع عدد معين من الطلبه بيشتغلوا في شركات مصريه او انترناشونال كومبانيز بتبقى او دوليه بتبقى ماسكه مشاريع يا اما في مصر يا اما خارج مصر، بس احنا مهتمين قوي بال طبعا جوه مصر، لان في 7 مدن دلوقتي ذكيه هتتعمل في مصر. فالمشاريع اللي احنا بنمسكها المفروض انه الطلبه بتاعتنا بتطلع بتعمل مشاريع سيستمز مختلفه او نظم مختلفه للمشاريع دي. يعني مثلا بيبقى في مجموعه من المهندسين عندنا الشباب الطلبه بيطلعوا مثلا شغالين في سيستم خاص بالزراعه، في سيستم خاص بالكهرباء، في سيستم خاص بالصناعه، احنا عندنا مصانع كتير وعندنا محاولات كتير، فازاي ان هم يقدروا يشغلوها بدون تدخل البشر، تبقى شغاله اوتوماتيك، فهم مش شغالين في حاجه واحده ومشغلين طبعا في اكتر من حاجه، وده اللي بيدرسوه في الاي تي ار. عايزاكي كمان تكلميني اهميه، يعني انت احنا اتكلمنا عن نماذج يعني امثله بسيطه للمدن الذكيه، لكن فكره ان احنا نستخدم التكنولوجيا وانترنت الاشياء في كل حاجه في حياتنا هيفرق كتير. طبعا هيفرق كتير، يعني زي ما انا قلت لحضرتك دلوقتي احنا هنوفر في الكهرباء، هنوفر في الميه، هنوفر بعيدا عن الموارد المهدره هنوفر فيها كتير جدا، وفي ابلكيشنز كتير قوي من ضمنها في الصحه. يعني في مشروع دلوقتي قائم في المانيا انه الناس اللي بيبقى عندها مشكله في العمود الفقري او في النخاع الشوكي بيبقى في قطع في النخاع الشوكي، فالاشارات ما بتوصلش من المخ للاطراف، فقدروا ان هم بيعملوا بانترنت الاشياء يخلوا اللي عنده شلل يقدر ان هو يحرك الاطراف بتاعته. فاحنا مش بس بنوفر في الموارد، احنا بس بنخلي ناس مش قادره تتحرك او مش قادره تتكلم قادره ان هي توصل المسج دي بتاعتها. هايل. طيب قولي لي استراتيجيتكم ايه في الفتره اللي جايه ان شاء الله؟ هو الحقيقه استراتيجيتنا ان احنا بقدر الامكان نطلع اكبر عدد من المبرمجين تحت عنوان الاي او تي او انترنت اوف ثينجز اللي هو انترنت الاشياء. فليه؟ لانه زي ما انا لسه قايله لحضرتك ان احنا بقى دلوقتي مصر بتتطلع ان هي تعمل مدن ذكيه، فده هيحتاج انه يبقى فيه ناس قادره ان هي تشتغل في ده. فهدف الاي تي اي دلوقتي ان احنا نطلع اكبر عدد من الطلبه عندنا تقدر ان هي تستوعب الكم الهائل من المشروعات الذكيه. يعني ال 16 بتوع السنه دي عايزينهم يبقوا 26 و36. اكيد هو التراك ده شغال بقاله دي السنه الرابعه، فهو كل سنه بيطلع 15، السنه دي احنا اخذنا 16، واظن ان شاء الله باذن الله السنوات اللي جايه ناخد عدد اكبر. المهندس مجدي رؤوف هو المهندس المسؤول عن التطبيقات العملية داخل معمل التكنولوجيا الانترنت الخاصة بالأشياء. برحب بحضرتك يا باشمهندس. خلينا بداية نعرف المعمل ده احنا ممكن نستفيد منه ازاي؟ فايدة المعمل ده هي موجهة كل المهتمين بإنترنت الأشياء في مصر، بس من ناحية مخصوصة ناحية بناء تطبيقات الذكية. ايوه. وحاليا دلوقتي التطبيقات دي مخصصة او موجهة للمدن الذكية.
ساعات بيبقى فيه شويه اختلاط كده، ان احنا المعمل ده مخصوص مش عشان نعمل دوائر كهربائيه او سمارت بورد، لكن بنقدر نستخدم السمارت بورد دي ان احنا نبني بيها الابلكيشن بتاعتنا ونبني تطبيقاتنا. فالتطبيق ده بيتوجه الى في الاخر مثلا كمثال العاصمه الاداريه الجديده مثلا لكوماند سنتر، كوماند كنترول سنتر، ده بيبقى حاجه مركزيه في العاصمه، ويمكن العاصمه الاداريه من بدايه تنفيذ المشروع ده بيبقى يقدر يكنترول بيه الاوبريتور، ويقدر يكنترول بيه كل عمليات المدينه، يعني يقدر يتحكم في اضاءه المدينه ومستواها، اللي يقدر يتحكم في الميه وصرف الميه اذا كان ميه نظيفه او ميه صرف، يقدر يتحكم في المرور ونشاط المرور، يقدر يترايس كل المدينه كلها من جوه سنتر واحد، فيقدر المدينه تاخد قرارات ذكيه جدا وفي وقت كويس ووقت متميز وتوفر مشاكل كتير. يعني مثال بسيط قوي، الفتره اللي فاتت لما قابلنا مشاكل في المطره وازاي ان في مناطق كتير جدا اتغرقت المطره واتاثرت جدا وقطرت المصوات، الصرف ما كانش مظبوط بالظبط. لو احنا قدرنا نحط ديفايس صغير خالص يعرف بس مستوى الميه في الاماكن اللي هي كان فيها تجمع المياه دي، هيقدر جدا الحقيقة او المدينه تعرف بسهوله جدا امتى توجه عربيات الايه العربيات الشفط او عربيات المساعده اللي تشيل المياه دي. هيبقى في نظام بسرعه اسرع كتير قوي، مشاكل توجه انا عارف بالظبط اوجه عربيتي فين، لو حي عنده المشكله دي وحي تاني ما عندوش، لكن اقدر اوجه عربيات الاحياء الاخرى لنفس الحي ده، فاقدر بالظبط اوفر عربيات كتير قوي تنقذ الموقف ده. وده تطبيق من ضمن التطبيقات اللي ايه لانترنت الاشياء. طيب حضرتك مسؤول عن التطبيقات العمليه، فيعني خلينا نتكلم بشكل عملي، تطبيق الاشياء دي على ارض الواقع غير لما بنبقى قاعدين جوه المعمل. حقيقي كل الفكره اي حاجه احنا بنعملها هنا هي قابله للتطبيق بطريقه عمليه جدا وشكل، وغالبا واحنا هنا لما اهتمينا بالمعمل ده ابتدينا نجيب ديفايسز اوريدي هي موجوده في الماركت واوريدي بتستخدم في دول اوروبيه ودول من بره تقدر تستخدم في الاجهزه دي. فاحنا ما جبناش حاجه تعليميه، لا ده احنا جبنا حاجه عمليه جدا، الشخص هيجي يتعرف عليها هيشغلها يعرف يشغلها ازاي يبني التطبيق بتاعه عليها، يقدر ياخد كل الكلام ده للمدن الذكيه الجديده في مصر، ممكن ياخد الكلام ده بره مصر ويطبقه بسهوله. فاحنا التعليم احنا صحيح بنعلم، لكن احنا فعلا التطبيق قابل انه يبقى على ارض الواقع، مش محتاج ما هواش تعليمي فقط. الطلبه اللي بيدرسوا داخل المعهد بيخضعوا لكل اللي حضرتك بتحكي عنه ده، وبيبداوا فعلا انهم يطبقوه على شكل مصغر داخل المعمل عشان لما يشتغلوا في شركات تحتاج لانها تطبقه على ارض الواقع. ده حقيقي يا فندم. احنا حاليا دلوقتي احنا قسم الاي او تي في تراك الاي او تي في الاي تي اي 9 مانس، ده اغلبه حوالي 15 مهندس اغلبهم بيتحركوا كلهم لشركات واوبريتور، الاوبريتور دول كلهم بيوجهوا المهندسين دول والمعينين التعيينهم جداد دول ان هم يفلفلوا النيدز بتاعت المدن الذكيه. حتى كمان دخل معانا في المدن الذكيه، احنا عندنا حوالي 16 مدينه ذكيه الرئيس اعلن عنها، لكن كمان عندنا كومباوندز، الكومباوند كمان بتهدف انها تقدم خدمات ذكيه للساكنين فيها، فابتدى كمان بقى تارجت، فبقى النيدز موجوده حق ال 15 طالب دول، يمكن قبل السنه قبل الدراسه بتكون خلصت يمكن اتوفقوا ان شاء الله يعني في شغل وعملوا انترفيوز ونجحوا فيها، فالماركت محتاج واحنا بنحاول نفاسيليتيت الحته دي لان احنا شايفين فيها نيدز جامده جدا، عندنا الافراد والاشخاص اللي يقدروا يفلفلوا النيد دي، وهي ماركت شير عالي بمعنى انها ريفينيو كبير جدا بيجي للشركات دي من خدمه المدن الذكيه. كمان الاي تي النهارده واحنا بنتكلم دلوقتي في 6 فروع اوريدي شغالين جداد، وهم افتتاحهم بيتم افتتاحهم التارجت كمان ابتدى معاهم يبقى معاهم اي او تي لاب برضه. يعني من دي 1 اللاب مفتوح مع الفروع الجديده دي. فاحنا منتشر، زائد كمان ان في حوالي يعني 9 شهور ده فتره طويله، فابتدى الاي تي اي يفكر كمان يعمل 3 شهور كورسات 3 شهور في مناطق مختلفه. بالظبط مكثفه وفوكس بس على الاي او تي تكنولوجي. الكلام ده موجود في اسكندريه في اسيوط في المنيا، الاي تي اي فعلا منتشر. كمان يمكن بعد مع افتتاح المعرض مع المعمل امبارح كان في مع دكتور محمود صقر اعلن ان هو هينشر المعامل دي في كل الجامعات والمعاهد المصريه، فدي خطوه جديده والاي تي اي كده هيحب يساعد فيها جدا وينشرها. كنا مع حضراتكم من خلال حلقة بنتكلم فيها عن أول معمل لتطبيقات تكنولوجيا إنترنت الأشياء.
حقيقة مستقبل إن شاء الله مشرق، كله تكنولوجيا وكله تقدم علمي، سواء كان في العاصمة الإدارية الجديدة أو في مصر كلها تباعا إن شاء الله. بكده خلصت حلقتنا، واستنونا بكرة مع حضراتكم كل يوم فريق عمل جديد وحدث في مصر.